أعلنت أوتاوا وسيول أمس الاثنين عن التوصل إلى اتفاق لتبادل التجاري الحر، وذلك بعد مرور 9 سنوات على بدء المفاوضات بين كندا وكوريا الجنوبية. وفي بيان أعلنت أوتاوا أن الاتفاق المذكور سيعزز الوظائف في كندا وسيسمح بتعزيز الفرص أمام الشركات الكندية في آسيا لجعلها أكثر تنافسية على الصعيد الدولي. ومن بين العوامل التجارية التي يطالها الاتفاق نأتي على ذكر السلع، الخدمات، الاستثمارات، الأسواق العامة، البيئة والتعاون على مستوى اليد العاملة. ووفقا للحكومة الكندية فإن الاتفاق سيساهم في تخفيض أسعار مجموعة من السلع والمنتجات وسيعود بالنفع على المنتجات الزراعية الصناعية والحرجية. وتحدث رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن أهمية الاتفاق لفتح أفاق جديدة أمام الشركات الكندية، ولهذا السبب تعتزم أوتاوا تنفيذ الأجندة التجارية الأكثر طموحا في التاريخ الكندي وفق ما أكده رئيس الوزراء الكندي. وتصنف كوريا الجنوبية على أنها الشريك التجاري السابع لكندا من حيث الأهمية، فقد وصل حجم الصادرات الكندية باتجاه سيول عام 2012 إلى 3,700,000,000 دولار، في حين أن الواردات من كوريا الجنوبية وصلت إلى 6,400,000,000 دولار. وعند التوقيع على الاتفاق من شأنه دعم الموقف الكندي في الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، وهي بمثابة اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف يطال 11 دولة. وتنتظر الشركات العاملة في قطاع الزراعة في كندا بفارغ الصبر الاتفاق التجاري بين سيول وأوتاوا، في حين يتخوف قطاع السيارات من اجتياح سيارات كيا وهيوندي الأسواق الكندية، وذلك بسبب إلغاء الضريبة الجمركية التي تبلغ حاليا نسبتها 6.1% والمفروضة على مصنعي السيارات الكورية. طالب الحزب الليبرالي هيئة الانتخابات الكندية بإجراء تحقيق حول الحزب الديمقراطي الجديد للاشتباه بانتهاكه القوانين الانتخابية أثناء الانتخابات الفرعية الفيدرالية الأخيرة. وقام الحزب الليبرالي عبر إرساله شكوى رسمية إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات الكندية باتهام الحزب الديمقراطي الجديد باستخدام الامتيازات البريدية التي يحق له بها كحزب فيدرالي في مجلس العموم الكندي لإغراق الناخبين في دائرة بوراسا تحديدا بالإعلانات الحزبية. وعلى الرغم من ذلك تمكن المرشح عن الحزب الليبرالي إيمانويل دوبور بالفوز في الانتخابات التي جرت في 25 من شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ويشتبه الحزب الليبرالي بأن الحزب الديمقراطي الجديد قام بإرسال الإعلانات المذكورة في أعقاب الدعوة للانتخابات الفرعية، مما يعتبر بمثابة نفقات انتخابية أتت على حساب المكلفين الكنديين. استنكرت مجموعة من الخبراء عدم قيام الحكومة الفيدرالية بما فيه الكفاية لتعزيز القانون حول الأغذية والأدوية. فعلى الرغم من ترحيبها ببعض البنود المدرجة في مشروع القانون رقم C17، شددت المجموعة المذكورة على ضرورة إدخال المزيد من الإجراءات لضمان سلامة المواطنين. نعيد التذكير أن مشروع القانون المذكور طرح في البرلمان الكندي في كانون الأول ديسمبر الماضي، بموجبه تم إعطاء المزيد من الصلاحيات لوزير الصحة الفيدرالي للقيام باستدعاء الأدوية لأسباب قد تشكل خطرا على سلامة وصحة المرضى. هذا مع العلم أنه يتوجب حاليا على وزارة الصحة الكندية التفاوض إلى جانب الشركات المصنعة للأدوية لسحب منتج معين من الأسواق، مما يعني أن المنتج المذكور قد يبقى متوفرا في الأسواق لمدة زمنية إضافية بعد علم الوزارة أنه يشكل خطرا على الصحة. وقامت مجموعة الخبراء التابعة لجامعة دالوزي في مقاطعة نوفا سكوتشا بمطالبة الحكومة بإعطاء صلاحيات تسمح للوزير بالتصرف بشكل أحادي الجانب عندما تكون لديها أسباب تدفعه إلى اعتبار أحد الأدوية خطير على الصحة، علما أن التعديل المدرج حاليا في مشروع القانون يسمح للوزير بسحب أحد الأدوية بشرط أن يكون لديه دليل قاطع على خطورة الدواء المذكور.
كشفت الهيئة الكندية للقروض العقارية والإسكان عن ارتفاع عدد ورش البناء في كندا في شباط فبراير الماضي في أعقاب سلسلة من التراجع بدأت في تشرين الثاني نوفمبر، إنما المؤشرات على المدى الطويل تدل إلى أن عدد ورش البناء سيراوح مكانه خلال عام 2014 مقارنة بما سجل عام 2013. وبلغ عدد ورش البناء في كندا في شباط فبراير الماضي 11097 ورشة بناء، مما ساهم في رفع عدد ورش البناء على مدى الاثني عشر شهرا الماضية إلى 192094 ورشة بناء. الجدير ذكره هو أن قطاع البناء السكني تحت الرقابة عن كثب من قبل الهيئة الكندية للقروض العقارية والإسكان، نظرا لكونه يشكل مؤشرا حول الوضع العام للقطاع الاقتصادي. بالفعل فإن قطاع البناء يشكل مصدرا لعدد كبير من الوظائف، في حين أن القروض العقارية تمثل حيزا مهما من نشاطات المراكز المالية والمصارف، هذا في حين أن أعدادا كبرى من الأسر الكندية تعتبر المنزل بمثابة أهم استثمار مالي. حلت أبرز شركتين للطيران في كندا في ذيل ترتيب الشركات الطيران العشر الأولى في أمريكا الشمالية من حيث الدقة في مواعيد الرحلات الجوية، وبذلك نجد في ترتيب الموقع الإلكتروني flightstats.com شركة الطيران الكندية Air Canada في المرتبة التاسعة، في حين حلت شركة ويست جيت الكندية في المرتبة العاشرة. وبلغت نسبة الدقة في مواعيد شركة الطيران الكندية Air Canada 82.3% بعد معاينة أكثر من 220 ألف رحلة جوية العام الماضي لجهة الأقلاع في الوقت المحدد، في حين أن نسبة الدقة في الوصول بالموعد المحدد بلغت 74.4%. أما بالنسبة لشركة ويست جيت فإن نسبة الدقة في مواعيد الأقلاع بلغت 78.7% مقارنة ب 73.9% لجهة الدقة في الوصول بالموعد المحدد. هذا ويعتبر الموقع الإلكتروني أن الرحلات تحترم الدقة في المواعيد بحال أقلعت الطائرة أو حطت مع تأخير يصل في حده الأقصى إلى 15 دقيقة. وتربعت على عرش المرتبة الأولى من حيث الدقة في المواعيد شركة الطيران ألاسكا إيرلاينز. أما على صعيد ترتيب شركات الطيران الأوروبية فقد تمكنت شركة KLM من تصدر الترتيب، تلتها شركة إيبيريا. في الخبر الأخير، عادت سلسلة المقاهي الكندية سكند كاب لتسجيل أرباح صافية في الربع الأخير من العام المالي وصلت إلى 1,180,000 دولار، أي بواقع 12 سنت عن السهم الواحد، وذلك في أعقاب خسارة بلغت 12 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. مع هذا الخبر ينتهي الموجز، نلتقي مجددا على رأس الساعة.